tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Ines, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Ines, tanti auguri a te. السلام عليكم ورحمه الله. اليوم في الفيديو ديال عيد ميلاد غادي نشارك معكم بعض التحضيرات اللي وجدت واخا ما كانش عندي الوقت باش نصور لكم كل شيء. غادي نبدا هنا. خديت العجينه واجده كتسمى هنايا باستا سفوليا، خديتها واجده تنتوما راه بالنسبه للمغرب كنا في بيم، كنا في المحلات الكبرى. هذه كتسهل عليك الشقه باش بلا ما تبقاي تعذبي وكل شيء. انا كل شيء المملحات وحتى داكشي اللي حلو كلشي خدمته بهاد العجينه هذه باش تسهل عليا الشقه. هنايا خديت الماء، درت رشيشات بالماء كيف ما شفتوا درتهم بالشيته، ومن بعد درت الكاكاو المر درتهم الفوق، ومن بعد غادي نتنيها. غادي تشوفوا في الفيديو كيفاش الطريقه. طريقه جد سهله ودغيه كتوجد، يعني بلا ما تبقاي تعذبي فراسك، وما كيكونش الثمن ديالهم طالع، كيكونوا رخاص. هنايا غادي نحتاج سكر سنيده، التانيه اللي كنتني كندير فيها الماء وكندير فيها سكر سنيده، كيجيو مقرمشين، كيجيو بحال الطريقه ديال الباغيت اللي كيكون في الحانوت في المخبز عفوا. كندير الماء كندير السكر. هنايا راني غلطت وزدت التانيه الثالثه، كان عليا ندير غير الجات. المهم نتوما على حسابية الحجم ديال العجينه اللي عندكم. وندير الماء وندير السكر حتى نسالي. كنتني من الجهه الاولى عاد كندورها ونتنيها ثاني من الجهه الثانيه، ودابا غنتنيهم على بعضياتهم. هنايا بعد ما ساليتها كامله بالماء والسكر غادي نقلبها ثاني وندير ليها الماء والسكر، وغادي ناخذ واحد الموس وغادي نبدا نقطع وندير في الطاوه. على هاد الاثناء انا شاعله الفران على درجه الحراره 180 وغادي ندخلها. الحجم ما يكون متوسط، ما يكونوش صغار وما يكونوش كبار. من بعد ملي كيطيبوا كيتنفخوا كيجيو غزالين. بالنسبه للحلوه الثانيه خديت ورق الالومنيوم تنيته على جوج وعاود تنيته على ثلاثه كيف ما كتشوفوا، وغادي نعاود نديرو على شكل باغيت رقيق. درت منهم بزاف، وغادي ناخذ نفس العجين. غادي تشوفوا الطريقه اللي غادي نخدم بها دابا. خديت قطعه ديال البيتزا وغادي نبدا نقطع على هذه الطريقه، اولا تقطعوا بموس اللي متوفر. وغادي ندهن بالماء. وغادي ناخذ داك ورق الالومنيوم اللي صاوبت معاكم وغادي نبدا نلوي عليه. بالنسبه للويه هذيك الواجهه اللي درنا فيها الماء هي اللي تكون برا باش يلصق لينا فيها السكر، وندير فيها سكر سنيده ونديرهم في الطاوله. كيف ما كتشوفوا شكيلات راقين وسهلين. غادي نعاود بنفس الطريقة. مطابو درت فيهم لداخل كريم باتيسير اللي كتباع، خليتهم حتى بردو عاد زولت ليهم داك الالومنيوم. وشوفوا الشكيلات الاخرين. هذا الخبز ديال الطوست اللي واحد الطريقة معروفة هنا كيديروها في مناسبات في عيد ميلاد.
هنايا الطوست هذا خديته على هذا الشكل هذا. الا ما كانش متوفر عندكم قد هذا وكان غير صغور، ممكن كتزدي مع بعضياته وكديريه بالدلاك باش كيولي كبير. هنايا بالنسبه للصلصه درت من تحت مايونيز، والصلصه فيها شلاضه قطعه مع الطون وشويه تاع الملحه ومايونيز، كيجيو رائعين كيحمقوا. غادي ندير عليها تاني الواجهه الثانيه. بغيتو ديروا جوج طبقات بغيتو ديروا ثلاثه، لكم الاختيار. غادي نعاود تاني ندير مايونيز وندير شلاضه من الفوق. كتجي بنينه 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 بزاف بزاف. هذه ممكن توجديها في الصباح وباش في العشيه تكون واجده وكتكون هي هذيك كيبغيو يشربوا شويه. هي الطريقه المهمه هي كتاخدي واحد كتانه كتسرديها، كتسرديها نيت وكتعصريها وكديري فيها هاد الخبز ديال الطوست وتدخليه الثلاجه حتى تبغيه وتقطعيه. هنايا غنشارك معكم واحد الطريقه اخرى. هنا خديت الخبز ديال الطوست غادي نديرو بالدلاك مزيان مزيان حتى كيولي عندي رقيق. بالنسبه للحشوه شديت الزيتون كحل وطحنته مزيان يعني ولا مهرمش، درت بلاستيك غذائي من التحت باش يساعدني باش ندلك الخبز ديال الطوست. كيف ما قلت لكم الا ما لقيتوش قد هكا كتشدي غير الخبز ديال الطوست الصغير وكتزديهم مع بعضياتهم وكتدلكيهم. هادشي والله ما كانش الوقت صورته لكم غير بالزز. كيف ما شفتوا هنايا غادي ندير بالفرماج، عاد غادي ندهن بالزيتون وغادي نلويه. ما تصورتش ليا هاد اللقطه ما عرفتش علاش تحبست ليا الكاميرا. المهم غادي ندير الفرماج وغندير فوق الزيتون وغادي نلويه على شكل حربول، ومن بعد كنلويه ببلاستيك غذائي وكندخلو الثلاجه حتى كنبغي نوجد الطبله ديالي وكنخرجو وكنقطعو. كيتقطع على شكل دوائر. هاد اللقطه هادي ما تصوراتش ليا والله الا غير باغا نوريكم هاد الطرق باش خدمت لانهم ساهلين، اما ما كانش عندي الوقت باش نصور شي حاجه. هنايا راجلي هو اللي كان كيصاوب هاد العيبات، كيدير فيهم الفرماج وموتساريلا وشويه ديال الزعتر، والاخرين كيدير فيهم الزيتون خضر مطحون، والاخرين دار فيهم الفرماج والسلموني كيجيو بنان. هاد العيبات البنات الا ما كانوش متوفرين عندك وما بغيتيش تشريهم كتشدي الباريزيان كتقطعيه دواور بحال هكا وكتدخليهم الفران كيتحمروا كتعمريهم بديك الطريقه. هنايا المملحات والتشيبس وجدتهم باش كلشي نحطو في الطبله وكاوكاو وكلشي. انا من الحلو غندوزو للمالح. خديت نفس العجين غادي نصاوب بحال واحد البيتزا صغيورين كيجيو بنان 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 غزالين. خديت قطعه دايره قطعت ومن بعد هنايا خديت صلصه ديال الطماطم ديال المطيشه زدت عليها شويه ديال الزعتر والملحه. هنايا غادي نتقب غير الوسط ما تقبوش الجناب لان هذا العجين كيتنفخ باش في الجناب تنفخ لينا. وندير فيهم الصلصه وندخلهم الفران ودغيا كيوجدوا. طريقه واحده اخرى خديت موس وغادي نقطع على شكل مربعات تاع ديال البنات جا بنين الصراحه كلشي جا بنين وجا زوين. غادي نتقب ثاني الوسط بالفرشيطه، الجناب ما تقبوهمش غير الوسط فقط. وغادي ناخذ الفرماج وغادي ندهن الوسط، الفرماج اللي كيتباع في البواط.
وغادي ندهنهم. هنايا بالنسبه للفوق درت شديت الدنجال والقرعه قليتهم ودرتهم من الفوق، كيجيو بنان 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 بزاف. هنايا ما غاديش ندهنهم مزيان باش كيبقى داك الفرماج باين، كدهني غير شويه صافي، ومن بعد ندير فوقهم الدنجال والقرعه. هنايا لي كاب كيك حاولت نصورهم ليكم، المقادير راهم معروفين، غادي نخليهم ليكم في صندوق الوصف. ودابا غادي نخليكم مع اجمل عيد الميلاد، كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تخليو ليا تعليق. تانتي اوغوري ا تي Tanti auguri a Ines, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Ines, tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri.